بعد الظهور الأخير لزعيم القاعدة أيمن الظواهري تزايدت التكهنات حول احتمال وفاته. وفي تقرير لأندي غريغوري نشر مؤخرا في الاندوبندنت يقول الكاتب إن اللقطات التي أنتجها وأطلقها الذراع الإعلامي الرسمي للقاعدة السحاب تقدم أول لمحة جديدة عن الظواهري منذ ظهور الشائعات عن وفاته بسبب المرض لأول مرة في أواخر العام الماضي. ما يمكن أن نعرفه هو أن الظواهري كان على قيد الحياة حتى يناير كانون الثاني، وبينما أشار خطابه إلى الانسحاب الأمريكي من أفغانستان الذي تم تأكيده لأول مرة في فبراير شباط 2020 بموجب اتفاق الدوحة، لم يشر إلى استيلاء طالبان على أفغانستان الشهر الماضي. ومع ذلك أشار الظواهري إلى هجوم استهدف القوات الروسية على أطراف مدينة الرقة شمال سوريا بعد عدة أسابيع من ظهور شائعات عن وفاته لأول مرة. وبحسب حسن حسن مؤسس مجلة نيو لاينز ونقلا عن مصادر مقربة من التنظيم، لم تعل قيادة القاعدة على التقارير المتعلقة بوفاته المحتملة. تولى جراح العيون أيمن الظواهري الذي ساعد في تأسيس جماعة الجهاد المصرية قيادة القاعدة في أعقاب مقتل ابن لأدن على أيدي قوات أمريكية، وقبل ذلك كان ينظر للظواهري على أنه الساعد الأيمن لبن لأدن والمنظر الرئيسي لتنظيم القاعدة. ويعتقد بعض الخبراء أنه من العناصر الأساسية وراء هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001، إذ كان اسمه آنذاك ثانيا بعد ابن لأدن في قائمة تضم 22 من أهم الإرهابيين المطلوبين للولايات المتحدة. وكانت الحكومة الأمريكية قد رصدت مكافأة بقيمة 25 مليون دولار لمن يساعد في الوصول إليه. ويشير بعض الخبراء إلى أن تنظيم الجهاد المصري سيطر على تنظيم القاعدة حين تحالف نهاية التسعينيات من القرن الماضي. وكان الظواهري قد شهد آخر مرة في بلدة خوست شرقي أفغانستان في أكتوبر تشرين الأول عام 2001، حين بدأت واشنطن حملتها العسكرية للإطاحة بحكومة طالبان. واستطاع في ذلك الحين الاختفاء في المناطق الجبلية على طول الحدود بين أفغانستان وباكستان، وذلك بمساعدة رجال قبائل متعاطفين. المتحدث باسم القاعدة، وقد برز الظواهري كأحد الناطقين البارزين باسم القاعدة، وقد ظهر في 16 شريطا مرئيا ومسموعا في عام 2007، ويمثل ذلك 4 أضعاف ظهور ابن لأدن في العام ذاته. ويعتقد أن الظواهري قد استهدف بضربة صاروخية أمريكية في 13 يناير كانون الثاني من عام 2006 بالقرب من الحدود الباكستانية مع أفغانستان. وقد قتل في الهجوم آنذاك 4 من أعضاء القاعدة، ولكن الظواهري نجا وظهر على شريط فيديو بعد أسبوعين يحذر فيه الرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش أنه لا هو ولا كل القوى على الأرض يمكن يقتلوه إن لم يكن مقدرا له ذلك. وفي يوليو تموز من عام 2007 ظهر في شريط مرئي مطول يحث فيه المسلمين حول العالم الانضمام إلى الحركة الجهادية والالتفاف حول تنظيم القاعدة. وفي شريط ذاته حدد الظواهري استراتيجية القاعدة المستقبلية، وقال إن التنظيم على المدى القصير يهدف إلى مهاجمة مصالح الصليبيين واليهود، قاصدا بذلك الولايات المتحدة وحلفائها في الغرب وإسرائيل. وأما على المدى الطويل فقد اعتبر الظواهري إسقاط الأنظمة في العالم مثل السعودية ومصر الهدف الأساسي، داعيا إلى استخدام أفغانستان والعراق والصومال كمناطق لتدريب المتشددين الإسلاميين. وفي 8 يونيو
حزيران من عام 2011 أصدر ظواهري بيانا يحذر فيه الأمريكيين من أن ابن لأدن سيستمر في ترويع الولايات المتحدة حتى من قبره. ينحدر الظواهري المولود في العاصمة المصرية القاهرة في 19 يونيو حزيران من عام 1951 من عائلة متميزة من الطبقة المتوسطة وفيها العديد من الأطباء وعلماء الدين. جده ربيع الظواهري تقلد منصب شيخ جامع الأزهر الذي يعد أحد أهم مراكز التعليم الإسلامية السنية الأساسية في الشرق الأوسط، في حين أن أحد أعمامه كان أول أمين عام لجامعات الدول العربية. وتقول دائرة المعارف البريطانية إن الظواهري ترعرع في حي المعادي جنوبي القاهرة وتأثر في صباه بشكل كبير بكتابات سيد قطب. وقد انخرط الظواهري في نشاطات حركات الإسلام السياسي في سن مبكرة وهو لا يزال في المدرسة، وقد اعتقل في سن 15 لانضمامه لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وتعد جماعة الإخوان المسلمين من أقدم الجماعات الإسلامية وأكبرها في مصر، لكن نشاط الظواهري السياسي لم يمنعه من دراسة الطب في جامعة القاهرة التي تخرج منها في عام 1974، ثم خدم لمدة 3 سنوات جراحا بالجيش، وفي عام 1978 حصل على درجة الماجستير في الجراحة. وفي الفترة من 1980 إلى 1981 سافر كعامل إغاثة مع الهلال الأحمر إلى بيشاور في باكستان، حيث عالج اللاجئين المتضررين من الحرب الأفغانية. وخلال ذلك الوقت قام بعدة رحلات عبر الحدود إلى أفغانستان حيث شاهد الحرب عن كثب. ويذكر أن والده محمد الذي توفي في العام 1995 كان أستاذا في علم الصيدلة في نفس الجامعة. بدأ الظواهري في البداية يتبع تقاليد العائلية وأسس عيادة طبية في إحدى ضواحي القاهرة، ولكنه سرعان ما انجذب إلى الجماعات الإسلامية التي كانت تدعو للإطاحة بالحكومة المصرية. والتحق بجماعة الجهاد الإسلامي المصرية منذ تأسيسها في العام 1973. وفي عام 1981 اعتقل ضمن المتهمين باغتيال الرئيس المصري آنذاك أنور السادات. وكان السادات قد أثار غضب الناشطين الإسلاميين من خلال التوقيع على اتفاق سلام مع إسرائيل واعتقال المئات من منتقديه في حملة أمنية آنذاك. وخلال إحدى جلسات المحاكمة ظهر الظواهري باعتباره متحدثا باسم المتهمين لإتقانه اللغة الإنجليزية وصورا وهو يقول للمحكمة: نحن مسلمون نؤمن بديننا ونسعى لإقامة الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي. ورغم تبرئته في قضية اغتيال السادات فقد أدين بحيازة الأسلحة بصورة غير مشروعة وحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات. ووفقا لزملائه السجناء الإسلاميين تعرض الظواهري للتعذيب بصورة منتظمة من قبل السلطات خلال الفترة التي قضاها في السجن في مصر، وهي التجربة التي يقال إنها حولته إلى التطرف. وعقب الإفراج عنه في العام 1985 غادر إلى السعودية. وبعد ذلك بوقت قصير توجه إلى بيشاور في باكستان وأفغانستان المجاورة في وقت لاحق، حيث أسس فصيلا لحركة الجهاد الإسلامي المصرية وعمل طبيبا أيضا في البلاد خلال فترة الاحتلال السوفيتي. وتولى ظواهري قيادة جماعة الجهاد بعد عودتها للظهور في عام 1993، وعد شخصية رئيسية وراء سلسلة من الهجمات داخل مصر بما فيها محاولة اغتيال رئيس الوزراء آنذاك عاطف صدقي. وتسببت سلسلة الهجمات
التي شنتها تلك المجموعة للإطاحة بالحكومة المصرية وإقامة دولة إسلامية في البلاد خلال منتصف التسعينيات من القرن الماضي، بمقتل أكثر من 1200 شخص في مصر. وفي عام 1997، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن زعيم جماعة طلائع الفتح، وهو فصيل من فصائل حركة الجهاد الإسلامي، يقف وراء المذبحة التي تعرض لها سياح أجانب في مدينة الأقصر في العام نفسه. وبعد ذلك بعامين صدر على الظواهري حكم بالإعدام غيابيا من قبل محكمة عسكرية مصرية لدوره في الكثير من الهجمات في مصر. في السنوات التي أعقبت الانسحاب السوفيتي من أفغانستان، يعتقد أن الظواهري أقام في بلغاريا والدنمارك وسويسرا، واستخدم في بعض الأحيان جواز سفر مزور للسفر إلى منطقة البلقان والنمسا واليمن والعراق وإيران والفلبين. وتقول دائرة المعارف البريطانية إن ابن لأدن كان قد غادر إلى السودان في عام 1992، حيث انضم إليه ظواهري في النهاية هناك. وفي يونيو حزيران من عام 1995 جرت محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس المصري حسني مبارك، وتحت ضغط دولي طرد السودانيون في النهاية الظواهري وبنو لأدن وأتباعهم. وفي ديسمبر 1996 أشار التقرير إلى أن الظواهري سجن لستة شهور في روسيا بعد القبض عليه لدخوله داغستان في طريقه للشيشان من دون تأشيرة دخول سارية المفعول. ووفقا لمقال كتبه الظواهري، فإن السلطات الروسية فشلت في التعرف على النصوص العربية في جهاز الكمبيوتر الخاص بها، ولذلك لم تكتشف هويته. وفي عام 1997 انتقل الظواهري إلى مدينة جلال أباد الأفغانية، حيث كان ابن لأدن يقيم. وبعد سنة انضم تنظيم الجهاد وخمس مجموعات راديكالية أخرى إلى ابن لأدن وتنظيم القاعدة مشكلين الجبهة الإسلامية العالمية للجهاد ضد اليهود والصليبيين. وشمل إعلان الجبهة لأول مرة فتوى دينية تسمح بقتل المدنيين في الولايات المتحدة. وبعد ست شهور دمرت اثنتان من الهجمات المتزامنة السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا، ما تسبب بمقتل 223 شخصا. وكانت مكالمات الظواهري عبر هاتف فضائي قد استخدمت كدليل لإثبات أن القاعدة تقف وراء الهجوم منه، وقاسم ريمي زعيم القاعدة في جزيرة العرب. وبعد أسبوعين من الهجمات قصفت واشنطن معسكرات تدريب إسلامية متشددة في أفغانستان. وفي اليوم التالي اتصل الظواهري هاتفيا بصحفي باكستاني وقال: قال للأمريكيين إن هذه الصواريخ وتهديداتها وأعمالها العدوانية لا تخيفنا. الحرب بدأت للتو. بعد وفاة ابن لأدن في عام 2011 بايع خليفته أيمن الظواهري الملا عمر بالنيابة عن تنظيم القاعدة وفروعها الإقليمية، وجددت البيعة في عام 2014 بعد الإعلان عن إقامة الخلافة في العراق وسوريا. في يوليو تموز 2015 أعلنت طالبان أن الملا عمر قد مات قبل عامين، وكان عرض الظواهري بيعة الملا عمر بعد موته مصدر إحراج للقاعدة. وجدد الظواهري بيعته للزعيم الجديد لطالبان الملا أختر محمد منصور في 13 أغسطس أب 2015، متعهدا بالجهاد لتحرير كل شبر من الأراضي الإسلامية المحتلة. واعترف منصور بسرعة بتلقيه بيعة زعيم المنظمة الجهادية الدولية، وهو بمثابة إقرار واضح بأهداف العمل الجهادي العالمي لتنظيم القاعدة.
وهذا الموقف يتناقض تماما مع الرسالة التي تحاول طالبان إيصالها للعالم الخارجي، وهي أن الجماعة معنية بتطبيق الإسلام في أفغانستان فقط، وترغب في إقامة علاقات طبيعية مع الدول المجاورة. وعندما تولى الزعيم الحالي هبة الله أخوند زاده قيادة الجماعة بعد وفاة منصور في غارة جوية أمريكية في مايو أيار 2016، لم تعترف طالبان علنا ببيعة الظواهري للحركة كما لم تنكرها. وهذا الغموض الذي يلف الوضع الحالي للبيعة يقع في صلب الجدل وعدم اليقين المستمر حول العلاقة بين المجموعتين.